إن سن الحكومة للقرارات والتدابير الوقائية لحماية مواطنيها من التعرض للأمراض والأوبئة يجب أن يقابل بالخضوع والترحاب والاحترام، حيث تعد هذه الصفات من سمات المواطن المهذب والمنضبط والمتحضر، ولا تجابه بالتجاوزات والشجب والتنديد، لأن الحكومة لا تتخذ قرارات لترويع وبث الهلع في نفوس سكانها، قرارات حظر التجوال وفرض حالة الطوارئ الصحية وعزل مدينة جمينة عن بقية الولايات وارتداء الأقنعة والكمامات واحترام التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الوقائية الأخرى، ما هي إلا إجراءات لتأمين المواطن وحمايته من الأمراض في ظل انتشار الأوبئة، لا سيما وباء كوفيد-19 المستجد الذي أودى بحياة مئات الآلاف من البشر على امتداد الكرة الأرضية. فإصرار رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو في خطاباته على احترام القرارات الاحترازية والوقائية للتصدي للفيروس التاجي يبرهن الإرادة القوية والنوايا الحسنة لرأس الدولة لتجنيب المواطنين الإصابة بجائحة كورونا. وقد شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك، كما ألمح إلى إمكانية عدول لجنة إدارة الأزمة الصحية عن قرارها الأخير بفتح الأسواق وأماكن شي اللحوم والنقل في حالة عدم اهتمام المواطنين بتطبيق القرارات الوقائية. إن تفشي الوباء يعني تضاعف الإصابات بين المواطنين، الأمر الذي سيشكل خطورة على حياتنا وأنشطتنا الاجتماعية والاقتصادية، ويبقى الأمل الوحيد في الحد من انتشار هذا الداء المستشري عالميا في تغيير سلوك وتصرفات المواطنين عبر تطبيق الإجراءات الوقائية بحذافيرها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.